بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. مثل ما تلاحظون هذه العينة عبارة عن أحد فصائل المخلوقات التي تنمو بنسب كبيرة جدا في البحر، وهو يعني تبع مع إسفنج البحر. مثل ما تلاحظون طبعا اسفنج البحر عبارة عن أحد المخلوقات التي يعني تتغذى بأسلوب شفط المياه البحر وترشيحها، ثم الحصول على المخلوقات الدقيقة مثل العوالق أو الأحياء المجهرية وفرزها والتقضية عليها بعد هذه العملية، وهي ترشيحية التقضية. وطبعا تم دراسة فصائل كثيرة جدا من الإسفنج البحري. طبعا هذه العينة عينة متحجرة من إسفنج البحر، وأنا أنصح الباحثين بدراسة إسفنج البحر والتعمق فيه، ويعني تطوير هذا المجال في دراسة الكائنات البحرية. طبعا ممكن تلقى أحياء دقيقة مثل الديدان، الأحياء الدقيقة البحرية، طحالب وغيرها من المخلوقات التي تعيش في إسفنج البحر. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعد الحليبي، وإن شاء الله راح نشوفكم درس قادم.